بص، هي دي مشكلتها الوحيدة، ان انت اول ما بتدخل من باب الشقة المطبخ في وشك. طب وايه المشكلة؟ مش عارفة، حاسة ان ماما مش هتوافق عليها. ثواني. ابويا. طب ما ترد يا حبيبي. لا لا قشطة، اكلموه بعدين. الشقة دي حلوة على فكرة، بس هي غالية شوية، ممكن نعرف نظبطها. ممكن ترد، يمكن محتاجك في حاجة مهمة. رد عشان خاطري. يلا. الو. ايوه يا طارق، عامل ايه؟ انا كويس يا بابا الحمد لله. خير؟ في حاجه؟ وهو لازم يبقى في حاجه عشان اكلمك؟ لا مش لازم يا بابا، بس مش عايدك. عاده انت بتستنى لما ارجع البيت وتكلمني في اي حاجه انت عايزها. وهو انت بقيت ترجع البيت اصلا؟ هو انا بقيت اشوفك؟ خير يا بابا؟ في ايه؟ لسه راكب دماغك برضو؟ انا مش راكب دماغي ولا حاجه يا بابا. انت مش عايز تفهمني ليه يا ابني؟ افهم ايه يا بابا؟ افهم ايه؟ مش انت بتقول انه بيتك؟ خلاص هو بيتك وانا سبته لك خالص. خليك بقى حر، وانا حر انا كمان. ما تمسكليش في الهيفه، وحاول تفهمني يا ابني ولو مره واحده في حياتك. لنفرض ان الهام دي بتحبك زي ما انت بتقول، جرب كده وقول لها نبتدي حياتنا على القد، ها؟ لحد ما ربنا يسهلها. الله يسلمك يا بابا. الله يسلم. بابا بيسلم عليك يا ريم. الله يسلم حضرتك. ازيك يا انكل؟ انت بتعاندني برضو؟ مش مهتم باللي انا بقوله لك يا بابا؟ انا لو بقى عندك ولا مش مهتم حبيبي. لو كنت بتتصل عشان تطمن عليا فانا الحمد لله كويس قوي. على فكره انا لقيت شقه كمان هتجوز فيها، اول ما اعرف الميعاد هبلغك بيه ان شاء الله. غبي انت، غبي. ماشي حبيبي، هبقى اكلمك اطمنك ان شاء الله. السلام. مالك وشك قلب ليه؟ ما هو المكالمة كانت زي الفل اهو. كانت زي الفل قوي. مش قلت له انك لقيت شقة وبتخلص فيها؟ يبقى زي الفل. انت ما سمعتيش قال لي ايه بعدها؟ مش مهم يا طارق، المهم انه عارف انك اتصرفت وانك بتاخد قراراتك بنفسك. باخد قراراتي بنفسي. اتأخر قوي. ان انا عيل عندي 7 سنين تقريبا، وهو عارف اني معتمد على نفسي، دايما يقول لي روح لوحدك وتعالى لوحدك عشان تطلع راجل. على فكره انا ساعات بغير من كريم ابن ليلى غيرتنا، من كتر ما هو طيب معايا وحنين معايا ودايما بيمسك ايده وهو داخل وخارج من النادي وحضنه. لا ده انت كده متعقد يا حبيبي. ايوه على فكره متعقد. لما اشوف ابويا بيعامل كل الناس احسن معامله في الدنيا وطيب وحنين مع كل الناس، لكن يجي عندي انا لا، واقف لي على واحده. صدقني يا حبيبي، هو اول ما يشوفك انك اتجوزت واستقريت وسعيد كده ومبسوط في حياتك كل ده هيعدي. ولو انت عامل على زعلي، انا يا سيدي مش زعلانه، باباك في مقام بابايا، وهو بكره لما يعرفني هيحبني. ومش بعيد بعد الجواز تلاقينا احنا الاتنين عاملين عليك رباطيه ومطلعين عينك. ممكن بقى تبطل تكشير عشان خاطري؟ ربنا يخليك ليا. ويخليك ليا يا حبيبي.